ان في حاجه بتثير الجدل شويه، ان في دراسه اثبتت الفتره الاخيره او على السوشيال ميديا منتشره بتقول ان الست المصريه حصلت على لقب الست النكديه او ملكه النكد على مستوى العالم. انت ايه رايك في الدراسه دي؟ والله احنا طبعا في المجتمع الشرقي عندنا في مشكله او في عيب، وهو ان الراجل بمجرد ما بيجي من الشغل مثلا على سبيل المثال بتبدا الست بتبقى واخده بالها، وبيبقى يعني الراجل هو اللي شاغل كل بالها وهو كل حياتها، فمجرد ما بيجي من شغل بيبقى جاي طبعا زحمه الطريق، بيبقى جاي من شغله وانت فاهمه متضايق، والكلام ده كله بيحصل ان هي بتحكي له كل شيء، بتحكي له المشاكل اللي في البيت بجانب الحاجات الكويسه بجانب الحاجات الحلوه، كله بيتحط في سله واحده. وبالتالي طبعا نزل الظروف الحاليه بيبقى في مشاكل كتير، المشاكل تبقى اكتر من حاجه، يعني الحاجات الوحشه بتبقى اكتر من الحاجات الحلوه، فبالتالي يعني بتحس ان الراجل ما بيبقاش قادر او عايز ان هو يروح البيت، بيبدا يتهرب من بيته، بيبدا ان هو لا انا هنزل اتفرج على ماتش على القهوه، هنزل اقابل اصدقائي على القهوه، انا عايز اخرج مع اصحابي، بيبدا ان هو يتهرب من البيت. فدي طبعا مشكله كبيره. دي نصيحه بالتالي ممكن للست ان هي ما تجمعش كل حاجه في سله واحده، ما تقولش الاخبار الحلوه والاخبار الوحشه كلها مره واحده. بس انت عارف يا محمد ان كل المشكله ان هي فعلا كانت دراسه خاطئه ومش موجوده من الاساس، هي مش صحيحه، ولكن هو مجرد ترند تداولوه على السوشيال ميديا.